الآن في مخيم الريان لأهالي سهل الغاب جنوب مدينة أرمناز بريف إدلب الغربي على الحدود السورية التركية. حاليا هذا نحن داخل هذا المخيم، هي عبارة عن خيام مهترئة. يحتوي هذا المخيم على قرابة حوالي 110 خيام، قرابة 125 عائلة ضمن هذه 110 خيام، قرابة 800 نسمة وهم من نازحي سهل الغاب بريف حماء الغربي الذين هجروا جراء الحملة التي شنتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لروسيا على ريفي حماة الشمالي والريف الغربي وريف إدلب الجنوبي منذ حوالي 5 شهور تقريبا. طبعا الآن يفتقد هذا المخيم للكثير من الخدمات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع والحديث بشكل موسع سينضم إلينا مدير مخيم الريان جنوب مدينة الأرمناز الأستاذ محمد خطاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، يا ريت تحكي لنا بس شوي عن وضع المخيم بشكل تفصيلي. تمام. نحن مهجري منطقة سهل الغاب عامة وأهل الشريعة خاصة وأيضا بعض القرى المجاورة للشريعة، نزحنا إلى أرمناز بعد التهجير الذي حصل في قرانا واحتلال ميليشيات الأسد والروسية لأراضينا. التجأنا إلى مدينة أرمناز، وفي أرمناز كان معظم العوائل التي أتت إلى المخيم لا تملك المال أو المادة لكي تستقر في المدينة أو حتى تستأجر، ولذلك تم إنشاء مخيم لهم في أرض المطار الزراعي جنوب أرمناز بثلاثة كيلومتر. هذا المخيم استوعب 110 خيم وموجود فيه 125 عائلة. معظم هذه العوائل بحاجة إلى كل شيء من المواد الإغاثية والعينية وأيضا الصحة والتعليم وروضات الأطفال. هن سكنوا الخيم بسبب وضعهم المادي بشكل كامل. طبعا ناشدنا معظم المنظمات من أجل الاستجابة للمخيم والاعتماده من قبل أي منظمة كانت. المخيم تم إنشاؤه تقريبا منذ ما يقارب 3 أشهر. في بداية الإنشاء طبعا الخيم تقدمت من منظمة شروق الشمس وأيضا بعض الخيم من منظمة بنيان، أما الخيم الباقية فكانت مشترى على حساب المهجرين. تم الاستجابة في بداية الإنشاء المخيم من منظمة شروق الشمس وأيضا منظمة مسلم فقط لا غير، ولحد الآن منذ ذلك الوقت من أكثر من 3 شهور لم يتم اعتماد المخيم ولا بأي نوع من أنواع الإغاثات بشكل مطلق. أستاذ محمد، استوقفني سؤال فقط، يعني أنت ذكرت 125 عائلة ضمن 110 خيام، ما هو يعني لماذا يكون خيام للعوائل الباقية يعني ضمن هذا المخيم، ربما يعني عائلتين ضمن خيمة واحدة؟ تمام أستاذ، إحنا في المخيم يوجد في بعض الخيام عائلتين، فيكون الأب وبنته الأرملة أو أطفال أيتام موجودين ساكنين ضمن خيمة واحدة ويكون عددهم فوق 8 حتى 10 أشخاص من الخيمة. طبعا السبب عدم قدرة هذه العائلة على مشترات خيمة وأيضا عدم استجابة بعض المنظمات لاستكمال وضع الخيم بهذا المخيم، وحتى أيضا في يوجد في المخيم 5 عوائل تحت الأشجار ما زالت لحتى تقرير هذا الوقت ما زالت موجودة تحت أشجار الزيتون بالقرب من المخيم. سعر الخيمة تقريبا بشكل تقريبي القابل للسكن في ظل هذه الظروف سواء كان في حر فصل الصيف أو ونحن الآن تقريبا مقبلين على فصل الشتاء؟ سعر الخيمة في السوق عم تباع في القابل للسكن ما يقارب 40,000 ليرة سوري، وأيضا الخيمة بتتكلفة تجهيز أرضية ومد عفش للخيمة بتكلف ما يقارب 100,000 ليرة سوري. طبعا نحن شاهدنا في ظل هذه الحملة التي شنتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لروسيا نزوح قرابة 1,000,000 شخص من ريفي حماة الشمالي والريف الغربي وريف إدلب الجنوبي، وخاصة إلى المناطق الحدودية مع تركيا. تركز وجود معظم هؤلاء ضمن المخيمات. لاحظنا يعني وجود استجابة من بعض المنظمات والجمعيات المتواجدة في المنطقة، ولكن نحن بعد الشكاوي التي وصلتنا أو نداءات الاستغاثة من مخيم الريان وبعض المخيمات القريبة منه بسبب الأوضاع الكارثية، وهذا ما نشاهده فعلا في مخيم الريان. بالنسبة لهذه المنظمات والجمعيات لماذا لا تكون الاستجابة على يعني على كما المخيمات الأخرى في منطقة أطنة ودير حسان
على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. تمام، احنا كنا نتوقع انه يكون الاستجابة المنظمات في المخيمات بشكل خاص بسبب وضع اهل المخيمات الانسان او العائلة النازحة التي تلتجأ الى خيمة وهي ابسط الحاجات اللي تكون موجودة في الحياة، هي نتيجة الفقر الشديد الذي لا يملك صاحب الخيمة إذا حصل على خيمة حتى أنه لا يملك قوت يومه. فكان من المؤمل أن المنظمات تكون تتجه على كافة المخيمات من ناحية الإغاثة، ولكن في المنطقة الجنوبية الغربية من ريف إدلب يوجد مخيمات عديدة، وبشكل عام ومخيم الريان بشكل خاص لم تأتي إليه المنظمات، على الرغم من أن مناشدتنا لمعظم المنظمات العاملة في الريف الغربي وأيضا التواصل مع رؤساء المكاتب في المنظمات، ولكن لم يتم الاستجابة حتى الآن. أستاذ محمد، يعني الكل يعلم أو يعرف من خلال وسائل الإعلام أو الصور التي وصلت من منطقة سهل الغاب، خاصة سهل الغاب الجنوبي بعد أن سيطرت عليه قوات الأسد والميليشيات الروسية، حرقت المحاصيل الزراعية والمحاصيل التي لم تحرق لم يستطع الأهالي الوصول إليها. هؤلاء الأهالي أو النازحين الموجودين ضمن هذا المخيم، كيف يعني يقدروا يدبر أمورهم اليومية من ناحية المصاريف، من ناحية الأغذية، الأدوية؟ لا، بالنسبة لتأمين سبل العيش في الخيم للأهالي، حسبنا الله ونعم الوكيل، معظم الناس اللي يلاقي عمل في هذا الوقت في ساعات النهار من 6 الصباح حتى 6 مساء ب 500 ليرة، يعني أقل من دولار، يا دوب يلحق يجيب خبزه لكي يأمن الأكل. إذا إن وجد العمل فيا دوب يكون هذه القيمة المادية. فالوضع مأساوي جدا، والناس ممكن عم تعتمد على الاستدانة من بعض الأشخاص، ريثما أنه يكون عندهم حوالي أو تستجب لهم أحد المنظمات أن يؤدون هالاستدانة التي تم استدانتها. نعم، كما سمعتم، إذن أجرة العامل الواحد لمدة 12 ساعة تقريبا هي بقيمة دولار واحد وربما 80 سنتا أو 80 سنتا. أيضا أوضاع إنسانية كارثية في مخيمات الشمال السوري عموما، وأوضاع الإنسانية لنازحي ريف حماة والذين هجروا بثيابهم فقط بعد أن قامت قوات الأسد والميليشيات الروسية بالسيطرة على منازلهم وتعفيشها. قامت ميليشيات محلية بتعفيش منازلهم حيث لم يستطيعوا إخراج الخروج سوى بلباسهم فقط. ما أشاهده الآن أمامي هي خيام مهترئة مغبرة نتيجة قربها من الأوتوستراد الذي يربط بلدة مدينة أرمناز بمدينة إدلب السورية. طبعا هذه ليست هي الجولة الوحيدة مستمعينا، بل منذ نزوح أهالي ريف حماة الشمالي والريف الغربي قمنا بعدة جولات ميدانية لإظهار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا الذين هجروا قسرا من ريفي حماة الشمالي والريف الغربي. طبعا للحديث أكثر أيضا سينضم لنا أحد المدنيين الذين هجروا من منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا بحالك. السوري. السوري، طبعا السوري هو من أهالي سهل الغاب وكلياتنا سوريين، هذا بدل أن كلنا سوريين سواء كنا نازحين أو مقيمين. تحدث لي بس يا ريت عن وضعك، كيف نزحت من منطقة سهل الغاب حتى وصلت لهذا المخيم ولو بإيجاز؟ نزحنا من القصف والدبابات والكل صار يشبطنا، طلعنا جيت على منطقة أرمناز، مناطقنا فات عليها الجيش الروسي والجيش النظامي، ونزحنا على أرمناز واستأجرت شهرين بأرمناز، ما ظل عندي قدرة أدفع، جيت على المخيم هلق صار لي شهرين بالمخيم. بس قديش كان الأجار بمدينة أرمناز تقريبا؟ كنت ماخذ 17,000 أول شهر، ثاني شهر طلب مني 20,000 دفعناه، ثالث شهر كما ودي زود الأجار قلت له بدي أطلع، جيت على المخيم ما ظل عندي قدرة أدفع أجار بيوت. جينا لهون على المخيم وتأوينا بخيمة وقعدنا، صبينا الأرضية وظلينا متأوين، بس ما بش كمان بالمخيم، لا سلة، لا عنا نجيب خبز، لا عنا نشتري، لا عنا ريز، لا زيت، لا برغل، لا سكر، ولا عنا شيء خالص. طبعا أنت اليوم ببداية شبابك تقريبا، بعد ما وصلت لهذا المخيم شو عم تحاول تشتغل أو تحسن تشتغل وما عم تلاقي شغل؟ دورنا على شغل وعلى عمل ما حد شغلنا، صارنا شغل بالبيرة مصب للمغربيات على 500 ليرة، اشتغلنا يوم واحد وبقينا ما عاد تشتغلوا، هذا الشغل وما في شغل، عم ندور على شغل ونستعمل شغل ما في. إذن مستمعينا، نحن الآن ما زلنا ضمن هذا
المخيم. سنقوم بعدة لقاءات مع عدد من المدنيين للحديث أكثر عن أوضاعهم ضمن هذا المخيم، وهذا ما يعكس صورة ما يعيشه النازحون في مخيمات الشمال السوري عموما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت لو تعرفنا بحضرتك وتحكي لنا شوي عن رحلة نزوحك وشوي عن وضعك حاليا ضمن مخيم الريان جنوب مدينة أرمناز. أبو محمود من سهل الغاب. طبعا تم النزوح بعد قصف قوات النظام للمنطقة في سهل الغاب وما حولها إلى أن طال القصف منطقة جبل شعشبو، وخرجنا من المنطقة تحت القصف الهمجي، وتم نزوحنا إلى جبل شعشبو لبضعة أيام، ومن ثم انقصفت المنطقة، ومن ثم انطلقنا من جبل شعشبو وسهل الغاب إلى ريف إدلب الغربي إلى مخيم يسمى مخيم الريان. والمخيم ولله الحمد مخيم جائع عريان عطشان، ومن جميعه الناس فيه يعني مأساة حقيقية من جميع النواحي والاتجاهات. اليوم أنت كيف عم تدبر وضعك بعد ما خرجت ووصلت لهذا المخيم؟ والله اللي يصير له عمل شغلة ساعتين ثلاث بمئتين ثلاثمية ليرة بس مشان يجيب الخبزات لولاده، مو أكثر ولا أقل. وإنما صارت فرصة عمل هي عبارة عن فرصة عمل استغلالية، يعني عشر ساعات بألف ليرة أو بسبعمية ليرة لأجل أن يطعم الأب الأولاد بالبيت. فأمورنا يعني مبعثرة، والمخيم الذي نقطنه مبعثر، مخيم الريان حتى مأواه غير مناسب للناس، ولكن أنا أشاهد أنه مخيم منتظم نوعا ما. إنما شكليا وسكانه يعني حضاريين وفي يعني نسبة مثقفين شوي، إما ما تبقى من الممكن أنه ما حدا يجوز يتجرأ بيحكي لك الحكي أنه في مجاعات. المخيم في مجاعات، في ناس ما عندها تأكل خبز، وأطلعك على كذا عيلة أنها ما عندها تأكل خبز بالمخيم نفسه. طبعا مستمعينا مستمعي راديو وطن FM، ربما من خلال هذا الحديث وما استمعتم إليه من حديث رئيس المجلس المحلي والمدنيين القاطنين في هذا المخيم، أوضاع كارثية في هذا المخيم نتيجة قلة الخدمات، وخاصة نحن الآن على أبواب فصل الشتاء، عانى الأهالي في هذا المخيم ضمن تحت حر الصيف أصيب، وحسب ما أفاد رئيس المجلس المحلي قبل قليل وقبل أن نبدأ بهذه الجولة، أن أصيب عدد من الأطفال بأمراض نتيجة هذا الحر، منها مرض الحمى. حقيقة الأوضاع هي أوضاع كارثية، هذا ما أستطيع أن أقول الآن من داخل مخيم الريان. كنت معكم أنا مصطفى أبو عرب من مخيم الريان جنوب مدينة أرمناز محافظة إدلب.